بعد بطل قعدان. تهاني وناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية صباحية في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، يوم الجمعة 9 فبراير 2018، حيث استونفت في صبيحة هذا اليوم انطلاقة سن اللقايا وهجن أبناء القبائل المتواجدين هنا في ميدان التحدي بمنطقة الشحانية في صباح جميل حاضر مع 5 كيلومترات. انطلقنا قبل لحظات في شوطنا الأول الرئيسي، وكان الحضور مع من احتل المركز الأول مع مثايل محمد بن سعيد الخزيمي العويسي القادم من السلطنة والحاضر في هذا الميدان. نهني أبناء السلطنة على انتزاع وتحقيق مثايل ناموس الشوط الأول لينطلق على بركة الله شوط لا يقل أهمية. هذا هو شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، ومجموعة كبيرة والشعارات عملاقة حاضرة منطلقة في صباح هذا اليوم. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل المشاركين والحاضرين والمتابعين عبر الهواء مباشرة في قناة الريان. ننطلق مع المركز الأول، إسعاف على المركز الأول حمد بن مبارك بن حمد البريص المري على المركز الأول، يليه بالمركز الثاني اللي بالمركز الثاني الوسمي علي بن عامر بن حمد الجحافي على المركز الثاني أيضا قادم من السلطنة، بينما أنتقل إلى المركز الثالث لأجد رعد على المركز الثالث. للسيد عجمي بن محمد بن حمد بن محمد الدعية على المركز الثالث. إلى المركز الرابع، أنتقل إلى المركز الرابع، وجود المركز الرابع الحذر محمد بن سعيد الخزيم العويسي على المركز الرابع شعار مثايل ينطلق على المركز الرابع. انتقل الى المركز الخامس لاجد مظلوم محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي. هذا هو النداء متابعينا مشاهدينا الكرام، نداؤنا الثاني او الاول في هذا المسار، مسار 5 كيلومترات مع هذه الاصايل وهذه السبق اللي تنطلق اليوم هنا في ميدان التحدي. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل المشاركين. أيها الإخوة المتابعون، نعود إلى مجريات شوطنا. الكادر العلوي يحمل 5 أسماء منطلقة مندفعة في مسار الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الأشواط، أقوى الأشواط، أعتى الأشواط هنا في مسار الناموس. هذا هو الشوط الأول، الشوط المستهدف دائما من عمالقة التضمير، عمالقة الملاك، عمالقة المشاركين الطامحين لتحقيق الناموس دائما. نعود إلى المركز الأول، شعار مثايل على المركز الأول، هنا الحذر. المركز الأول هنا الحذر محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي على المركز الأول وعلى الصدارة، يقود الأسماء، شعار غني عن التعريف من واقع هذا التحدي وهذا المسار. بينما الثاني اسعاف حمد بن مبارك بن حمد آل بريص المري مع المركز الثاني، تدخل من العمق، اول نداء لمرحب، مرحبا بمرحب سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. هذا الشعار الغني عن التعريف، شعار صاله وجال، هذا الاسم العملاق وهذا الشعار الكبير المتخصص دائما مع سن الحقائق وسن اللقايا، وايضا له تواجد
مع سن الجذاع يقدم في هذا الشوط الأول. مرحب مرحبا بالبخيت وشعاره بالبخيت هنا مع المركز الأول، ينطلق إلى مقدمة الشوط، ينطلق إلى الصدارة، يحلق في سماء الناموس. يطمح هذا الشاب المضمر المميز دائما لخطف الأشواط الرئيسية، دائما حرص هذا المضمر سالم بن عبد الله البخيت على انتزاع وتحقيق الأسماء العملاقة وتقديمها في أول الأشواط. شعار مبلش، شعار الأشواط الرئيسية، هذا هو على الكادر الفوق على الهواء مباشرة يقدم رحب في أول الأشواط. بينما هناك العويسي أحد الأسماء الخطيرة والعملاقة أيضا والشعارات العملاقة، القادم والمنطلق هنا في مسار الناموس، شعار مثايل يعني خطير هذا الشعار. خطف الشوط الأول الرئيسي قبل لحظات مع مثايل. ننتقل إلى المركز الثالث. المركز الثالث إسعاف حمد بن مبارك بن حمد آل بريس المري. بنعطي المراكز الخمسة الأولى مرة أخرى. بينما المركز الرابع أول نداء للمتحد حامد بن حمد بن سالم الفهيدة المري، شعار باللفجح هنا ينطلق على المركز الرابع إلى المركز الثالث. بينما المركز الخامس أعود إلى متعب محمد بن صالح بن حمد بوشريدة، لكن نعود إلى المركز الأول. انطلق البخيت، البخيت مع المركز الأول. مرحب هنا على المركز الأول سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، شعار مبلش، شعار الأشواط الرئيسية. على المركز الأول شعار الغشاميات، الله يا مرحب، الله يا مرحب يا مرحب. لكن العويسي أعلنت بأن هذا الشعار خطير، شعار مثايل. إذن مثايل وهنا يقدم في هذا الشوط الحذر على المركز الأول محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي القادم من السلطنة. حقق الناموس هذا الشعار، حقق الناموس، خطف الأشواط الرئيسية، أهداها لأبناء السلطنة إخواننا وأشقائنا. تهانينا والناموس على فوز الحذر بالمركز الأول محمد بن سعيد بالحزيمي العويسي. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل بالمركز الثاني، مرحب لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. والمركز الثالث، المركز الثالث المتحد للسيد حامد بن حمد بن سالم الفهيدة المري، شعار باللفجح. المركز الرابع، المركز الرابع متعب لمحمد بن صالح بن حمد بوشريدة العذبة. المركز الخامس، المركز الخامس شداد لعلي بن محمد بن سعيد آل نابت المري. أيها الإخوة المتابعون، التوقيت الزمني لحظة وصول الحذر إلى خط النهاية. التوقيت الزمني أول، تهانينا والناموس. إذن مثايل والحذر في هذا الصباح، الأشواط الرئيسية تذهب وتزف إلى إخواننا في السلطنة. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني هذا هو الشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت مع مرحب. التوقيت الزمني 7:34، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث المتحد لحامد بن حمد بن سالم الفهيدة المري، شعار باللفجح. توقيت الزمني 7:37، 20 جزء من الثانية، والتوقيت الحاضر مع صاحب المركز الثالث. تهانينا